فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. طيب عندنا البخاري كتاب البيوع باب الخروج في التجارة. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. رواه مصنف بحديثه قال حدثنا محمد ابن سلام. طب سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد يعني بعد ما خلص هعطي دقائق وأجيب عن الأسئلة. حدثنا محمد بن سلام ومحمد سلام من ثقات الأثبات رواه الجماعة. أخبرنا مخلد ابن يزيد وهو من ثقات الأثبات. أخبرنا ابن جريج المكي نعم قال أخبرني عطاء عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير من ثقات الأثبات. عطاء بن رباح طبعا فقيه مكة. أنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن قيس استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا شرحناه نعم التجارة في البحر يوم الأبرار. تأخرت في الانتباه في لفت الانتباه. كتاب البيوع قال باب التجارة في البحر. وقال مطر هنا مطر الوراق شيخ البخاري قال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. وتلا هذا والفلك هي السفن. قال وقال ليث فهو حديث موصول طبعا حديث موصول أصلا. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة رضي الله عنه أرضاه من ثقات الأثبات عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج من ثقات الأثبات من أثبت الناس في أبي هريرة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثني عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث به أو شوف هناك قال حدثني أو صح حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به. وحديث شرحناه وبينا وصله وبين كلام عليه في الزكاة أوسعنا الكلام في الزكاة. هنا بس المراد منه هو إيش؟ التجارة في البحر. المسألة هنا عندنا مسألتان. هل يجوز التجارة في البحر؟ نعم يجوز التجارة في البحر إذا غلب على الظن عدم الهلاك. وتريك بقى أنت ترى الآن البضائع والسفن الكثيرة الكبيرة دي بنايات ده أراضي دي مدينة مش سفينة دي مدينة. وشوف ما هي أنها مدينة تبقى كالمشبك في البحر سبحان الله على خلق الله العظيم. تحمل البضائع من بلاد إلى بلاد وبلاد إلى بلاد وهذا من فضل الله على العباد. فالتجارة في البحر تجوز نعم تجوز إذا غلب على الظن النجاة إذا غلب على الظن النجاة فتجوز التجارة في البحر. هذه المسألة الأولى والذي أراد أن يأتي بها المصنف هنا على قولي وترى الفلك مواخر في فيه قال ولتبتغوا من فضله. وابتغاء الفضل هنا كما قال ابتغاء الفضل في الحج وهو التجارة. فتصح التجارة في البحر نعم تصح التجارة في البحر والسفن تمخر في البحر وتراها آية من آيات الله آية من آيات الله في البحر. هذه المسألة الأولى. وطبعا هذه كما قلنا أنه الأسطول الإسلامي بدأ من معاوية. الأسطول الإسلامي بدأ من فعل معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع أنه بعث إلى عمر الخطاب على يهيج المشاعر على أن البحر ليس بالهين وأمواج المتلاطمة وبيقول خلق ضعيف يركب يعني خلق عظيم البحر. فنهى عمر الخطاب عن ركوب البحر نهى لما فيه من المخاطر. لكن حقا الأسطول الإسلامي بدأ الأسطول الإسلامي مع عثمان بن عفان. الأسطول الإسلامي بدأ مع عثمان بن عفان إلى أن تعاظم في عصر معاوية الملك أعظم ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا الأسطول الإسلامي أيضا كان وجد هزالا وضعفا في الخلافة الأموية والخلافة العباسية. لم يكن قويا في الخلافة العباسية والخلافة الأموية لكنه أخذ في الهزال إلى أن تقوى في عصر العثمانيين. أعتقد سليم الأول أو مراد الأول حاجة زي كده يعني اللي هم الإخوة بربروس. هؤلاء أعظم أسطول إسلامي هم أصلا كانوا رواده
كانوا رواد وروضوا الدنيا بأسرها وملكوا البحر بأسره. الخلافة العثمانية ملكت البحر في هذا التوقيت. فهذه نعمة من النعيم، وهذا تقدم أهل الإسلام. فهنا بالنسبة لمسألة التجارة، يجوز التجارة في البحر بشرط كما قلت يعني ضمان السلامة. أما ركوب البحر فكثير من العلماء قالوا على حرمة ركوب البحر، وعندهم قلب الكراهية لتلاطم الأمواج ولأنه لا يضمن النجاة عندما يكون في البحر. لكن حقيقة الأمر الآية يعني تخرج كل من لم يعني يفهم ويفقه هذا الباب. الآية عظيمة، وأنا أريد لطلبة العلم والإخوة والأخوات ينشروا هذه اللي هي قناة التليجرام، ينشروا بين طلبة العلم، لأنه طبعا كثير من اللي بيدخل على الميكسلر ما يعرف التليجرام، فلو تكتبوا إعلان في الميكسلر أو تكتبوا إعلان في الصفحة بذلك حتى يكون يعني من ضيعش على طلبة العلم الدروس. فإذا ركوب البحر قال بعضهم بالحرمة وبعضهم بالقراءة، قلنا لا نأخذ بقول أحد كائنا من كان خالف الكتاب أو السنة. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ده فيه ما فيه من العظيم، عظيم التجارة في هذا الباب، فيه ما فيه من عظيم التجارة في هذا الباب. لو سمحتم انشروا قناة التليجرام دي، حتى لو كان الميكسر هيعمل كده هنحيل عليها أن الدروس على هذه، رضي الله عنكم جميعا. طيب، يبقى إذن المسألة الثانية ركوب البحر جائز، لا سيما وأن الله جل وعلا قال: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون. الفوائد المستنبطة من عظيم النعم على عباد الله جل في علاه أن جعل الله لهم الرزق في البر وفي البحر. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. قد ذكر رجل بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. وطبعا حديث السفينة، حديث الخشبة، الرجل لما قال يعني ائتني بالوكيل، قال الوكيل والله الكفيل كفيلي ربي، فأخذ المال ووضعه في الخشبة وتركها في البحر حتى وصل لصاحبه، حتى وجد سفينة فركبها وذهب. هذا الشاهد. الأصل في التجارة الحل، الأصل في التجارة الحل، الأصل في التجارة الحل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.